الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب السادس والأربعون، كتاب الأقضية والأحكام، الباب الأول، باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، رواه أحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، رواه أبو داود، وله من حديث أبي هريرة مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله كتاب الأقضية والأحكام. تقريبا هذا هو آخر الكتب من المسائل والأحكام التي عقدها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب المنتقى، وهو كتاب أحكام. والغالب أن العلماء رحمهم الله في مصنفاتهم يجعلون كتاب الأقضية في آخر مسائل الأحكام، وقد يضعون الجنايات. معلوم أنهم يستفتحون الأحكام بالصلاة وقبلها الطهارة، يعني أهم أمور الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، أما الشهادتان فهما في باب يتكلم عنها في باب العقائد، في باب العقائد وأصول الدين. أما الأحكام في الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام البيوع إلى آخره. فيبدأون بالصلاة ومفتاحها الطهور، يتكلم عن الطهارة والأواني أحكام الأواني والوضوء ونواقض الوضوء وما يتبع ذلك من إزالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك، ثم الصلاة بكل مسائلها، سواء في شروطها، سواء في صفتها، في أركانها، في واجباتها، في سننها، مكروهاتها، منهياتها، ثم صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الجنائز، الكسوف والخسوف، كل نوع الصلوات، ثم الزكاة يتكلمون عنها أيضا بمسائلها وعن صفتها إلى آخره، شروطها، أركانها إلى آخره، ثم الصيام، ثم الحج، هذه تسمى العبادات، ويبدأونها بالعبادات. ثم يختلف بعضهم يبدأ بالنكاح وبعضهم يبدأ بالمعاملات، ولكل نجاته، والأمر واسع في هذا وسهل. لكن الذين يبدأون بالمعاملات يقولون الإنسان لا شك طبعا إذا فرغ من عبادته سعى في كسب رزقه، فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فجاء المعاملات بأنواعها، البيوع والإيجارات وكل والأوقاف والودائع والإعارة والغصب، إلى كل ما يتعلق بمسائل المعاملات والتعاملات بين الناس، سواء ما كان منها طبعا
بعوض وبغير عوض، وسواء كان منها ظلما أو غير ظلم، من غصب أو غير غصب إلى آخره، والأوقاف وكل ما يتعلق بالمعاملات. ثم بعدها بعد ما يفرغ الإنسان يتوجه إلى أن يبني بيته فيتكلم عن النكاح، وهو يسمى بالأحوال الشخصية، النكاح والطلاق والرضاع وكل مسائل الأسرة والنفقات وما يتعلق بذلك. ثم بعد ذلك الجنايات، الإنسان عادة يعني إذا فرغ من جميع أعماله ومتطلباته قد يكون عنده نوع من إما يعتدي أو يعتدى عليه مع الأسف. الإنسان ابن آدم كما تعرفون أحيانا وعنده نوع شغب أو عنده نوع من التسلط على ما عند إخوانه، فتبدأ قضية الجنايات. وكذلك الحدود، وهي المخالفات الشرعية والتي تستوجب حدودا أو تعزيرا. ثم بعد ذلك تأتي الأقضية والشهادات، لأنها حينما يتنازع الناس ويختلفون وتكون بين مشاجرات ومشاكل يرجعون إلى القضاء، والقضاء كتب بيناته وشهاداته وأقضيته إلى آخره. ومن هنا يختمون بالأقضية، وبعضهم بالشهادات والبينات والدعاوى، وهكذا في جملة أو متقاربة في الترتيب بين أهل العلم. وبعضهم كما قلنا يقدم النكاح باعتبار أنه أهم من المعاملات، على يعني كما يقال حكم يرونها وأسرار يرونها، والأمر في هذا واسع، وكل يمكن توجيهه، يعني أي ترتيب يمكن أن يوضع له ما يوجهه أو ما يناسبه أو ما يقتضي فعلا أن يكون في هذا المكان أو في هذا الموضع أو في هذا الباب. قال رحمه الله: كتاب الأقضية والأحكام. فالشيخ هنا سوف يتكلم عن أحكام القضاء والأحكام التي بمعنى كيف يصدر القاضي الأحكام وما يتطلبه من الشهادات والبينات إلى آخره. الأقضية طبعا جمع قضاء، الأقضية مفردها قضاء، والقضاء طبعا من مادة قضاء، قضاء يقضي. والقضاء في اللغة العربية لها عدة معاني: قضاء بمعنى حكم وهو المراد هنا، وقضى بمعنى فرغ يعني قضى من الأمر يعني انتهى منه، وتأتي قضى بمعنى أيضا مات من قضى نحبه، ونادى يا مالك ليقضي علي ربك يعني لنموت. وقضى بمعنى أدى دينه، أدى ما عليه، أدى غريمه. فهي كلها يعني كل من مادة قضاء، لكن العلماء قالوا إنها كلها تنتهي إلى بمعنى إتمام الشيء والانتهاء منه، الانتهاء من الشيء وإتمامه قولا وفعلا. ولهذا عبر بعض العلماء قال: فكل ما أحكم عمله وختمه وأده وأنفذه وأمضاه فقد قضى وفصل. معنى يريد أن يجعل المعاني متقاربة، وكلها تعود إلى بمعنى الانتهاء والإتمام والفراغ. أما القضاء في الصلاح الذي نحن بصدده، فقال العلماء إنه هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. هذا هو القضاء. المراد هنا أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به ويفصل الخصومات، بخلاف المفتي. المفتي يبين الحكم لكنه لا يفصل. يعني الفرق بين المفتي والقاضي أنك إذا استفتيت المفتي وأفتاك، المفتي لا يملك قوة أنه يلزمك بفتواه. لو قال لك مثلا هذا يجوز ولا هذا ما يجوز، يعني يرجع إليك أنت تأخذ به ولا تأخذ.
أما القاضي إذا حكم لابد أن ينفذ، القاضي لابد أن ينفذ حكمه. فالفرق بين القضاء والفتوى أن القاضي يملك الإلزام، القاضي له سلطة الإلزام لأنه أولا معين من قبل الإمام، وأيضا الإمام فوضه وأعطاه الصلاحية بأنه يقضي ويفصل. فالفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي يخبر عن الحكم ويبينه، لكنه لا يملك أداة الإلزام، لا يملك أداة الإلزام، بينما القاضي لا يملك، إذا صدر يجب ينفذ، وطبعا ينفذ بطريقة معينة، عن طريق الإمارة، عن طريق المحافظ، عن طريق الشرطة، عن طريق هم اللي ينفذون أحكام القاضي، ولا بد أن ينفذوها. القاضي حينما يصدر حكمه يجب أن ينفذ، ينفذه الجهة التنفيذية، سواء كان شرطة أو كان محافظة أو كان إمارة أو كان يعني مدير المركز أو أي جهة حسب تصنيفات الدول لمراتب المسؤولين. فإذن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، بمعنى إذا تشاجر متشاجران فالقاضي هو الذي يملك أن يفصل بينهما، سواء يبين الحق على هذا أو الحق لهذا، ويلزم هذا بأن يؤدي حقه، وأحيانا قد يحتاج أن يعزره، يحتاج أن يسجنه، هذه كلها من صلاحية القاضي، كلها يملكها القاضي. إذن هذا هو، والأحكام طبعا الحكم الشرعي، والحكم أيضا في اللغة المنع، الحكم في اللغة المنع، ولهذا قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أحكموا يعني منعوا سفهاءكم المجانين، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم يعني امسكوه، إني أخاف عليكم أن أغضب. فالحكم في اللغة المنع، ومنه حكمة أيضا الذي يوضع في الفرس اللجام يسمى حكمة، والحكيم يسمى حكيما، والحاكم الحاكم طبعا لأنه يمنع التظالم، الحاكم سمي حاكما لأنه يمنع التظالم بين الناس، والحكيم سمي حكيما لأن عنده من العقل ما يمنعه أن يأتي أمورا غير حميدة، فهو حكيم لأن عنده من العقل وعنده من الرزانة ورجحان العقل ما يمنعه أن يقدم على أشياء غير مستحبة، هذا هو الحكيم. فكلها ترجع إلى معنى المنع. والحكم الشرعي طبعا هو الذي طبعا ما 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 الذي يبينه القاضي، ولكن حكم وهناك مصطلحات أحكام أخرى كالحكم عند الأصوليين، وهو خطاب الله المتعلق بالمكلفين على جهة الوجوب أو المنع إلى آخره، كما هو التغيير أو الوضع كما هو معروف، أو مقتضى الخطاب الشرعي على ما فصله الرسوليون في كتبهم. لكن هنا لا، الحكم بمعنى بيان الحكم الشرعي. قال رحمه الله: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما. فهذا الباب معقود لبيان أنه يجب سواء على الأمة أو على الحاكم، لكن الكلام على الأمة، أن الأمة يجب عليها أن تضع لها إماما، والإمام الحاكم العام هو الذي يوزع مسؤوليات القضاء والشرطة والحسبة وكل المسؤوليات في الدولة هي مسؤولية الحاكم القاضي الذي يسمى الإمام الأعظم، سواء كان ملكا، سواء كان أميرا، سواء كان رئيسا، على حسب طبعا هذه الشريعة لم تأتي بنوع معين الحكم، شريعة جعلت مفتوحة، قد تكون خلافة، قد تكون ملك، قد تكون إمارة، قد تكون رئاسة، الأمر في الشرع واسع، يعني لم سواء كان تعيينا، سواء كان انتخابا، سواء كان الأمر يعني ليس يعني هناك طريقة واحدة لتعيين الإمام، ليس هناك، بل حتى قالوا التغلب، لو أن رجلا كان عندهم القوة وعندهم السلطة أن يتغلب على بلد وحكمها بالقوة يكون حاكما تجب طاعته، وأنه استتب له الحكم، استتب له أمر
وقهر خصومه وتغلب عليهم تجب طاعته، ولا يسع الناس إلا هذا، لابد من الطاعة وإن كانت بقوة، لأن الخلاف شر، والخروج على الحاكم شر كما هو معلوم، شر مستطيل، والناس لابد لهم من حاكم، لابد لهم من حاكم. حتى قالوا إن 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 60 سنة بإمام ظالم خير من سنة بلا إمام، لأن الفوضى حينما تعم، لأن الظالم غالبا لا يظلم إلا ناس محدودين، ما يظلم كل الأمة، يظلم من حوله، يظلم أحيانا في لكنه لا تبقى الأمة مستقرة، تبقى الأمة في أسواقها، في أسفارها، في نومها، في بيوتها آمنة، لأنه يقبل الحكم والحكم مسيطر عليهم، والناس آمنون في معاشهم وفي مكاسبهم وفي أسفارهم وفي أسواقهم وفي بيوتهم وفي فهذه وظيفة الحاكم ولو كان ظالما، ولكن لا شك طبعا ظلمه على نفسه وظلمه أيضا خطر عليه، وهذا لا يجوز، لا يعني أن نقر الظلم، لكنه يبقى هو فعلا مصلحته ومصلحة بقاء حاكم قوي لا شك أن خير من أن يكون الناس فوضى يأكل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ولا يستقرون لا في أسفار ولا في أسواق ولا في أمين، لا في أسواقهم ولا في بيوتهم ولا محارمهم ولا على أولادهم كما هو معلوم. الفوضى إذا سادت نسأل الله السلامة صار الناس في كدر، في شيء عظيم، وذهبت أموالهم ودماؤهم وضاعت حقوقهم. المقصود أنه يجب نصب كما يقول الشيخ باب وجوب نصب الإمام، وإن كان طبعا بعض العلماء يختلفون في من حيث اختلاف العلماء في وجوب نصب الإمام، لا شك أن الأكثر وأهل السنة يقولون بوجوب نصب الإمام وأن الإمام هو واجب، وهناك طبعا من قال تجب عقلا وشرعا، وبعضهم قال تجب عقلا وبعضهم قال تجب شرعا، وفيه شذوذ لبعض المنتسبين للخوارج، وأنهم قالوا إنها لا تجب الإمامة، وهذا غير صحيح، سيف فوضى، ولكن صحيح لا شك وجوبها أن يكون هناك إمام يحكم الناس، بغض النظر كما قول عن آلية الحكم، كما قلنا انتخاب أو تعيين أو القوة إلى آخره، المهم يوجد إمام هو الذي يضبط الناس ويحفظ عليهم أمنهم وأمانهم ويفصل الحقوق بينهم وإلى آخره. فقال باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة، طبعا الإمارة اللي هي الحكم العام، والقضاء الذي هو فصل الخصومات، القضاء فصل الخصومات، والإمارة هي اللي الحكم العام الذي يبسطه الحاكم على الأمة بحيث تبقى عاملة في ليلها ونهارها وفي أسواقها وفي معاشها وغيرهما، يعني غير القضاء والإمارة كالحسبة وولاة السوق، ومعلوم طبعا مثلا في الوقت الحاضر الوزارات، طبعا الحاكم والإمام، طبعا جارة المتقدم يسمى الإمام وهو الحاكم، يعني الرئيس أو الملك أو الأمير. في الوقت الحاضر يعني لا مانع أن نتكلم قليلا عن 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 طريقة التغير في 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 الحكومات أو في إدارة الدول سابقا. في القديم كانت دور الحاكم أو دور الدولة تقريبا كان مقصورا على في كل الدول، يعني سواء الدول الإسلامية الأولى أو حتى دول الفارسية والرومية والصينية والهندية القديمة، كانت الدور دور الحاكم أو دور الدولة فقط في بسط الأمن وتعيين القضاة وحماية حدود الدولة، تقريبا كان هذا هو دور الدولة، دور الدولة أن تحفظ الناس أمنهم وتنصب القضاة في الخصومات وتضع حكام في الولايات يحكمون الناس ليسود الأمن والقضاء كما قلنا وحماية الثغور حدود الدولة، وليس لها علاقة بالصحة ولا بالتعليم ولا بالأمور الناس في القديم، إنما هذه الناس هم الذين
يدرون أنفسهم من حيث التعليم ومن حيث الصحة ومن حيث الأمور الاجتماعية إلى غير ذلك. في الدولة في الوقت الحالي لا، اتسعت وظيفة الدولة، اتسعت جدا، صارت الدولة الآن مسؤولة عن التعليم ومسؤولة عن الصحة ومسؤولة عن يعني أمور كثيرة جدا، يعني بل تكاد تكون يعني تدخلت في أمور كثيرة جدا. حتى أن بعض الدول من كثرة ما تدخلت به عادت إلى ما يسمى بالتخصيص، صاروا بدل ما هذا يخصون بمعنى يطلقونها لتكون العامة، يعني حاولوا أن يحكموا كل شيء، فلما رأوا أن هذا يعني ليس من المصالح العامة صاروا يطلقون بعض الأشياء وهو ما يسمى بالتخصيص. فصارت الدولة تتنازل عن بعض مسؤولياتها لتجعلها لعموم الناس أو للطبقات سواء كرجال الأعمال أو لغيرهم من الجهات التي أو الجهات الخيرية إلى آخره. المقصود أن الدولة الحديثة اتسع صلاحياتها من خلال سواء الحكام الذين ينصبونهم المحافظين أو الأمراء في المناطق، أو بعض يسميه ولاية، بعض يسميه محافظة، بعض يسميه تختلف، بعض يسميه قضاء، أو تختلف الأسماء تقسيمات الأقاليم، كيف يسمى أمارة، يسمى ولاية، يسمى محافظة، يسمى مركز، يسمى قضاء، يسمى ولاية الوالي، يسمى الوالي، ويسمى الحاكم، ويسمى المحافظ، ويسمى الأمير، تختلف. والأمر سهل في هذا واسع، المقصود هو ضبط أمور الناس. ثم أيضا الوزراء في الوقت الحاضر الدولة الحديثة عند الوزراء، وزير للصحة، وزير للتعليم، وزير الاجتماعية، وزير للإعلام، وزير للثقافة، وزير للزراعة، وزير للمياه، وزير للتجارة، وزير للاقتصاد، وزير للتخطيط، وزراء كثير يعني حسب الحاجة. هؤلاء الوزراء أو هؤلاء القضاة أو هؤلاء الحكام المناطق، هؤلاء يسمون نواب الإمام، يسمون نواب الإمام. فأي وظيفة عامة من يقوم عليها فهو نائب عن الإمام، بمعنى أن الإمام فوضه، الإمام الحاكم العام فجعل له هذه الصلاحية أن يحكم المنطقة الشمالية، يحكم المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، المنطقة الكذا، المنطقة البحرية، المنطقة البرية، المنطقة حسب ما يوزعه. كذلك الشرطة أيضا بأنواعها، سواء كان شرطة أمن عام، كانت شرطة مرور، كانت شرطة جنايات، كانت شرطة أنواع الشرط كما هو معلوم، فكل له صلاحياته. كل هؤلاء يعتبر نواب على الإمام. ولهذا المرور لا يتدخلون في أمور شرطة الأمن مثلا، أو الدفاع المدني لا يتدخل فيه، وهكذا، فكل له صلاحياته. بينما الحاكم العام له كل هذا، لكن هو الذي يفوض صلاحياته لشؤون الصحة يجعلها لوزير الصحة، شؤون التعليم يجعلها لوزير التعليم، شؤون التجارة لوزير التجارة، وهكذا. فكل هؤلاء يسمون نواب الإمام. حتى إمام المسجد هو نائب عن الإمام في إمامة المسجد، لأن أصل الإمام هو المسؤول. ولهذا في عهد الخلافة كان الخليفة هو الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، أبو بكر كان هو الإمام، إمام الصلاة، هو اللي يصلي المسجد، هو إمام المسجد، عمر كان هو الذي يأمر المسجد، والخلفاء الراشدون أيضا كذلك، والخلفاء أيضا تقريبا بنو أمية كان غالبا إلى تقريبا إلى القرن الرابع أو الخامس كان الخليفة هو الإمام. طبعا ليس في كل مساجد، لكن المسجد الرئيسي اللي في العاصمة، إن كان في بغداد أو في دمشق أو في المدينة أو فكان هو أو حتى في الأندلس. فإذا كان هو الإمام، الخليفة هو الإمام. لكن بعد تقريبا القرن الخامس صار لا يتولى إمامة الصلاة، لا يتولى إمامة الصلاة، ولا كان يتولى إمامة الصلاة والجمع والأعياد التي يتولى الإمام كان.
والذي يخطب والذي يخطب العيد والذي يخطب يصلي بهم العيد ويصلي بهم الجمعة ويصلي بهم الصلاة الخمس. فالأصل أن جميع الولايات وجميع الصلاحيات للإمام وهو الذي وزعها، فيجعل هذا قاضي ويجعل هذا عسكري ويجعل هذا وزير صحة ويجعل هذا وزير تعليم إلى آخره. ولهذا قال الشيخ هنا: باب وجوب نصب ولاة القضاء والإمام وغيرهما من كما قلنا الولايات. وهذا ولهذا قلنا في الوقت الحاضر وزراء، وزراء هؤلاء هي ولايات، وهي ولايات. وزير الصحة والي ما يتعلق بقطاع الصحة، بمعنى أنه مسؤول عن هذا القطاع الذي، والوزير نفسه يكون له أيضا نواب، والنواب أيضا هم في الأصل نائب عن الوزير، لكن في الواقع أنه نائب عن الإمام، كان وكيل وزارة الصحة أو كان مدير عام الصحة أو كان مدير المستشفى، كل هؤلاء في الترتيب الإداري كلهم أو الهرم كما يقال، كل هؤلاء يرجعون إلى الوزير ثم الوزير إلى الإمام الأعظم. فهذه كلها تسمى ولايات. هذا معنى قول الشيخ: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمام وغيرهما من سائر الولايات. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. هذا عجيب، كمال ديننا وأسرار التشريع عجيبة. يعني ديننا يريدنا أن نكون منظمين وأن نكون على درجة من الترتيب وعلى درجة من إحكام أمورنا بحيث تسير الأمور مرتبة وتسير على 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 درجة من الإتقان وعلى درجة أيضا من الوئام، مش مع الكلمة. يقول: إذا كان ثلاثة بس في سفر أو في فلات من الأرض، لأنه إذا كان في البلد في الدير لا، البلد محكومة، كنت في وسط البلد يعني في قرية ولا في مدينة ولا في هذه، طبعا ما 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 المسؤول هو المسؤول البلد. لكن إذا كانوا ثلاثة في فلات يعني منفردين أو كانوا في سفر، قال: فليؤمر أحدهم، لأنها تنظيم تستقيم به الأمور وترتب أمورهم، يحفظون وقتهم، يحفظون أعمالهم، يحفظون ما معهم. الترتيب والتنظيم أثره عجيب، عجيب جدا، وحتى الراحة النفسية والاطمئنان وتوزيع المسؤوليات. ولهذا يعني يقول الشوكاني: يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم. ليش؟ قال: لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. ولهذا طبعا في عندنا قضيتين أساسيتين جدا 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 في إدارة شؤوننا حتى البيت: عندنا الشورى وعندنا الطاعة. حقيقة يجب أن نتفقهها جدا، الشورى والطاعة، حتى في البيت، حتى الرجل مع أولاده وزوجته الشورى مطلوبة. الله عز وجل يقول في 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 الزوجة والزوج في في في, في موطنه من كتابه، خاصة في إدارة الأسرة والبيت، قال في موضوع الفطام حينما يريدون أن يفطم ولدهم، قال: فإن أراد فصالا، يعني فطام،
عن تراض منهما وتشاور، مما يدل على أنه الإرادة ينبغي أن تكون منبثقة بعد تشاور وتراضي. شوف يعني عجيب عجيب هذا الفقه الدقيق، تشاور وتراضي. والله يا أخواني لو أخذنا بهذا في حياتنا كلها لرأينا السعادة أو لعبينا عببنا السعادة عبا وشربناها شربا. يعني لا أدري كيف فعلا، كيف تتصور بيت يغطيه أو تملأه الرضا والتشاور، بيت يملأه الرضا والتشاور، ليس في استبداد وليس في إلغاء للآخر، ثم الطاعة كما قلت. طبعا الزوج لابد من طاعته، لكن هو لا يستبد، يشاور، وأيضا يكون الجو جو رضا. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، هذه آية. الآية الثانية في سورة الطلاق أيضا حينما يختلف الزوجان، أسكنوهن، يعني سكن الزوجة واجب، أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، يعني على قدر حالك، إذا كنت غني يكون بيت على مستوى، وإذا كنت متوسط فقير على قدك، من وجدكم يعني مما أعطاكم الله، على قدر مستواك المعيشي، أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضع حملهن. قال وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا يعني تشاوروا، الائتمار، وهذا يسمى مؤتمر، مؤتمر بمعنى أن يجتمع الناس ويأتمرون، يقدمون ما يقدمون ويتشاورون، ثم يخرجوا بتوصيات، يخرجوا إلى آخره. فالله يقول هنا في البيت وأتمروا يعني تشاوروا بمعروف، بما سواء بحسب العرف أو بما يؤدي الرضا يؤدي إلى آخره. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاث يكونون بفلات في الأرض إلا أمروا عليهم أحدا. لا يحل، شوف يعني إثم، إذا ما وضعوا أمير كانوا يهتمون، يجب، لا يحل حتى تترتب أمورهم تستقيم ويعيشوا فعلا ينجحوا ويحفظ أنفسهم سواء من العدو، من يحفظوا أموالهم، يحفظوا راحتهم النفسية، يحفظوا. ثم لاحظوا إذا أمروه يجب أن يطيعوه، ما لا 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 فائدة من إمارة من غير طاعة. إذا أمروه يجب أن يطيعوه، يجب أن تجب طاعته، ويكون ثلاثة ما دام وضعه أميرا يأخذ. إذا حين يقول ننزل هنا نقوم هنا، يا فلان اربط الشيء الفلاني، اجب على فلاني، هنا نرتب وضعنا، يكون هو المسؤول، هو الذي يأمر، هو الذي الرحيل، المقام، الجلوس، كل ترتيبات الرحلة ما دام أنه في السفر هو المسؤول والآمر، وإخوانه يطيعونه. طبعا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإذا كانوا أكثر لا شك أنه طبعا، وأيضا سوف يوزع المسؤوليات، هو سوف لما يكون أمير سيقول لفلان هو الذي يحضر الماء، هو الذي يطبخ، هذا هو الذي كذا وكذا، وتجب طاعته. إذا أمروه يجب يطيعوه، لا فائدة من إمارة من غير طاعة، شو الفائدة؟ وأيضا والغريب يعني كلام أظن عبارة ذكرها، أظن ذكرها في الباب هذا والذي بعده، أن هذا الأمير الصغير هو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحكام هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، هم خلفاؤه كلهم، فهذا أمير بيوسف الصغيرة هو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ذكرها الله ما ذكرها أظن الباب هذا والباب اللي بعده ذكرها بشكل جميل يعني قالنا فعلا قالناه نائب عن والله لعلي أجدها يقول نائب عن نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم في حديث عمر يقول في سنة صحيح إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم ثم قال ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاً هو اللي قال أمروا جميل فعلاً حينما ننظر في كمال ديننا والترتيبات الإدارية التي يوجهنا لها فقال لا يحل لثلاثة أن يكونون بثلاثة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدا فإذا كان ثلاثة فما بالك إذا كانوا خمسة عشر فما بالك إذا كانوا دولة لا شك أن هذا يدل على ولهذا الشوكاني يقول وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلات من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التفاضلهم وفتخصهم أولى وأحرى وهذا صحيح وهو دليل على أنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام هذا لا شك فيه المقصود فعلا التنظيم ولهذا كما قلت في البيت ينبغي أن يكون الإنسان مرتبا وأن يشاور الشورى يا إخواني أمرها عظيم وتقريبا يعني أنا أظن أكثر يعني ما يعني ما تفقده الأمة سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الدولة هي قضية تحقيق الشورى على وجهها تحقيق الشورى على وجهها والغريب أن الله عز وجل يعني ذكر الشورى في العهد المكي قبل أن تقوم الدولة وجعل من صفات المؤمنين أن وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم في آية مكية ذكر وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وجعلها بين الزكاة وبين الصلاة شورى مما يدعو أهميتها ولهذا أنصح حقيقة في البيت شورى في كل مكان حتى إذا في مكتب ولا في إدارة ولا سواء قطاع عام أو قطاع خاص اجتهدوا جدا في الشورى والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال تطاوعا ولا تختلفا ييسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا وقال في أضرب فيه تشاورا المقصود تطاوعا تطاوعا ييسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ييسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا رأيت التطاوع هذا هو أساس حقيقة حتى في البيت أساس الاستقامة وأساس الهدوء وأساس يعني السعادة التطاوع تطاوعا ما تطاوعا يعني بمعنى أنه لا 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 يكون أحدكم دائما هو الذي يريد أن يفرض رأيه وأنه هو الذي يسمع كلامه هذا ما صعب لا تستقيم الحياة في هذا لا يستقيم إلا إذا كان في تشاور وتطاوع يعني هذا يتنازل يوم وهذا يوم وهذا مرة أما قيد حتى في زوج وزوجة لا ينبغي أن يكون الزوج مستبدا وإن كان له حق الطاعة طبعا وواجب أن تطيعه زوجته لكن أيضا هو ينبغي أن يكون يعني حكيمة في بيته في إدارة بيته وبخاصة أيضا يا إخواني ولكن هذا ليس موضوعنا لكن لا معنى الشرع إليه لا ينبغي للزوج أن يكون كثير التدخل في أمور البيت
يجعل لأهله صلاحية كاملة خاصة في إدارة البيت، لأن التدخل كثير هذا مزعج جدا. اجعل لأهلك أن يديروا البيت بأنفسهم، أنت فقط تكون مشرف وتوجه، لكن لا تتدخل في الدقائق والتفاصيل، هذا مزعج جدا. فإما أن يكون شجار وإما أن يكون استبداد، ومع الاستبداد ما في سعادة، يعني قد يعني يخضع ويخنع لكنه غير مرتاح، ما في سعادة، في خضوع في قهر. وإنما ينبغي أن فعلا أن تعطي كما يقول فسحة وصلاحية للأهل أن يرتبوا ويعملوا ولا تتدخل كثيرا، وإن تدخلت فلا يكون على سبيل الفرض والأمر، لا إنما ابدأ رأي، لو كان هذا يكون أحسن قد يكون أفضل إن أخذوا به، وإلا هم خاصة في إدارة البيت ينبغي أن يشعروا بالمسؤولية. المقصود هو تطاوع ولا تختلف، وأيضا تشاور. فقال لا يحل لثلاثة أن يكونون بفلاتة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. هذا جانب تنظيمي كبير، لأن الأمير سوف يرتب الأمور ويوزع مسؤوليات، وأيضا تجب طاعته. وحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، بحيث يعني طبعا ثلاثة فأكثر، بحيث ترتب الأمور وتجب طاعته ويوزع المسؤوليات. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.